تحياتي للجميع. طبعا رايحين اخوان على اتصال افعى بداخل منزل. طبعا في هذا الشهر مثل ما انا حكيت قبل فترة انه راح تجدوا المئات من الافاعي داخل البيوت بسبب انه البيض فقس بشهر 9 والفراخ الصغار بتنتشر وما بتعرف وين بتروح، ومعظم اللي لقوها الناس كلها فراخ عربيد، افراخ بقلوية، افراخ افعى زيتون وقط، ويعني انواع مثل هاي لانه شهرها. ف الجديده هاي قبل السوبر ماركت انزلها نزل ضيقه ديكه رفيعه. طيب خليك شوي، هاي نزلتها وين اروح، شمال ولا يمين؟ يمين. اخذ يمين، متاكد انت؟ جزء خربطنا يمين، هاي في يعني السوبر ماركت ميني ماركت. هاي يعني هاي على الطريق. طيب شو عمو ليش بتعيطي؟ شايفة؟ الحية؟ وين هالحية؟ وين؟ بالضبط. طب ليش خايفة؟ خفيشة. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. كيف حالك؟ وين؟ تعال شوف. تحت الكنبة. هنو الكنبة يعني؟ كانت هاي. وين؟ مش عارفة تمشي من هان. طب ما فيني الدنيا انتم شو خليني شي. مش مشكلة. وين كانت عارفة؟ زهلة زهلة. ها أول ما فتحت الباب كانت هاي مش عارفة تمشي. تعال اسمع. بدنا زهلة. زهلة بتلاقيها تحت بدون هسة. تعال سديل سديل. اطفيلي هذا من وين بتطفي هذا التلفزيون؟ اسمع. مرة خليك أنت بس هناك. اسحب لي هذه مرة واحدة اسحب. اسحب الكاميرا مرة واحدة. متأكدين انها محاصرة يا؟ زحتوا هذول الكنبيات؟ هان دخلت هان بعد شوي. هان كانت اول شيء هان. اسحب اسحب. كتلنا تنتين كبار. صغار هذول فراخ بتلاقيهم. فراخ مفكسات جديد. حالك كتلت عقرب هذيك اليوم على باب الدار برضه. انا شفتها. وين شفتيها؟ هاي عند الحبيبه. بس برا توك الممر كبير الكلب مفتوح من ورا. لا اذا مفتوح بتحاجه ولا هذا كله مزح يعني. هاي 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 بسرعه 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 زي بسرعة لا تهرب تهرب تهرب. يا الله كان هربط. عضتني عضتني. هيها صغير ولا صغير؟ لا لا هيها فرخ زي ما قلت لكم. شايفين كلها افراخ. كم فرخ لقيت انت؟ اثنين كتلنا فرخ. نفس هذا اكبر شوي اكبر. ما فيش نايم تقريبا نفس الحجم. بأثرش والله انا حسيت في الكنبي هاي. يلا بسرعة انا تأخرت كثير كثير كثير. خلص عمو هاي لك انا الحي. خفيش شو الدعوة خايف هالقد من الحي هاي؟ يا خفيش هاي هاي اضربها اضربها. تعال شوف فيها. يمنعن ابوك من حية حيوانة كمان. ليش خوفتي البنت؟ كمان؟ تعالي يلا تعالي. هاي اشطر منك بتخافش. انت خويفة. ضلي تعيطي. على فكرة بتمر بدي احكي. دخلت عليك. صورها صورها وهيك ترى كمان. من تحت الباب بتدخل. بتدخل. عادي هذه خربطة. لو شفتها كتبتها لك اياها. يلا. ليش العصي هذول؟ لا لا مش سامع. شو هذا العصي؟ كل هذا عشان حية؟ يلا سلام. سلامات. قتلت عربية اصبع يمكن مترين ونص طولة. خبطت عليه بالسيارة. كنيني فاضي عندكم؟ كنيني كلهم بس كنيني مي مي.
اي شيء اي شيء بسرعه. هذا جديد مفك السماعه يعني تبعت. والله عدتها قويه. بكلاويه هاي؟ اه بكلاويه. مش سامي؟ لا لا مش سامي. ماي فاضيه بسرعه بسرعه بس. ها في قلم هذا. يلا كلور. في قلم. وينه؟ لا لا بزبطش بزبطش. كلور. لانه مسكر اي شيء اي شيء. طيب ايش ممكن نحط في الدرج؟ ولا شيء دخلت بالغلط. مع الفراخ لما يفكسوا بيطلعوا بيعرفوش وين يروح اولها. بيصيروا بدهم يتخبوا. بس هذه كيف طلعت على الدرج يعني؟ تزحلقش؟ اه غريبه. اصلا مش عارف تمشي على البلاط. على جمال؟ شو قال جوايا يا زلمه؟ ليش ليش جمال هذه اللي بتطلع على البلاط عادي؟ كيف عمي؟ بتطلع على البلاط يعني بتزحلقش؟ لا لا بتزحلق. الكبيرة ممكن لا بيمشين عادي بس بزحلق نهاية الغطاية. بس هذا عشان تقف عليها وتطلع. يا عمي تخافوش هذا النوع من السامي البقلاوي بيعيش عندنا بالملايين بين الدور موجود. شو هذا؟ بقلاوية. يلا ادخل فيها مي. صغيرة قوية. شو؟ قوية. شكلها بلع شيء. لا لا ساعة صغيرة هاي تدور تدور عكري. يلا سلامات. سلامات جماعة. انت حيا سمسم. لا والله انا ما عندي والله ما عندي. طب امتى بدي ابعت لي صورتها اشوف؟ ولا سودا ببعث لك صورتها. نعمل فيديو بكره ان شاء الله. شو اسمه؟ اسمه على جسمه انا عارف والله ما انا عارف اسميه. يلا سلام. سلامات جماعه. زي ما قلت لكم الافاعي الصغار زي ما توقعت. انا قبل فتره حضرت الناس انه راح تلاقوا افاعي كثير وفعلا عبر الفيسبوك ارسلوا لي المئات المئات من الصور كلهم فراخ افاعي فقست بشهر 9 وبلشت تروح ما بتعرف وين بدها تروح تتغذى بتصير تخربط لسه بتكون جاهله مش عارفه طبيعه الحياه تبعتها بالضبط. ونتمنى السلامه للجميع. كمان مره يا اخوان الحاضر يبلغ الغايب. في هذا الشهر زي ما قلت لكم سكروا تحت الابواب العقارب كلياته فكس الافاعي البيض كل شيء كل شيء في الزواحف فكس في شهر 9 قبل الفود سبات بده ينشط بده ياكل سواء كانت صغار او كبار. سكروا تحت الابواب لو كان ثقب صغير تدخل منه الافعى او عقرب صغير ملان الناس لقوا عقارب وافاعي صور بالمئات يا اخوان بعثوا لي تتخيلوش انتم كيف. عشان هيك سكروا مناطق بعيده احنا ما بنقدر نروح ففي ناس بدوروا بلاكوا في ناس بتطيب ما بلاكوها بتختفي فعشان هيك سكروا منيح. كمان مرة يا اخوان سبق واني حكيت قبل لا يفكس البيض انه الاسبوع الجاي راح نشهد كثير من حالات دخول صغار افاعي داخل البيوت ونتمنى دائما السلامة للجميع.